هذه الأيام هي أيام عصيبة على العائلات وأبناؤنا الذين يتابعون الدراسة في جميع الفصول الدراسية وعلى كل المستويات، فأسأل الله تعالى لأولادنا النجاح، وأن يربط على قلوب الآباء، وأن يحقق النتائج التي تدخل السرور على الآباء، وأن يجعلهم من الناجحين في الدنيا المفلحين في الآخرة، وأن ينفع بهم أمهاتهم وآبائهم، وأن ينفع بهم الأمة كلها. أسأل الله أن يحفظهم إن شاء الله تعالى من ضيق الصدور ومن شتات الأمر، وأن يوفقهم إلى الإجابة، وأن تكون هذه الامتحانات بردا وسلاما عليهم. أدعو لهم بإذن الله تعالى في الغيب، كما أدعو لكل أبناء المسلمين في كل الأرض، أن يوفقهم إن شاء الله في بلادنا وفي البلاد الإسلامية وفي كل بلاد العالم، أن يوفق التلاميذ المسلمين لتحصيل النتائج المرضية، لكي بإذن الله تعالى يكونوا إضافة نوعية لأمتهم، يخدمونها ويضحون من أجلها، ويعملون على رفع راية التنمية فيها ورفعها، حتى تكون لها إن شاء الله تعالى مكانا تحت الشمس. فإن أمة تنكبت عن العلم ولم يكن العلم هو من أولى أولوياتها، ستكون في آخر ذيل الدول، وهذا ما لا يرضاه الله لأمة جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. والله تعالى مدح العلماء ومدح العلم، وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذه الأولى كلمة بإذن الله للآباء، كلمتي للآباء أن تكونوا عونا لأبنائكم أن يجتازوا هذه المرحلة إن شاء الله تبارك وتعالى بنفسية مطمئنة، لا تزعجوهم، لا تثقلوا عليهم، لا تكثروا والعياذ بالله التنديد بنتائجهم، لا تضغطوا عليهم. سلوا الله لهم أن يوفقوا، سلوا الله لهم سبحانه عز وجل حتى لا يدخلوا الامتحانات وهم في ظروف متوترة، كثيرة أعصابهم، ضيقة صدورهم، مشغولة أنفسهم، مهمومة أرواحهم. لا عونهم الله يخليكم، وفروا لهم جوا إن شاء الله تاع الطمأنينة وانتع السكينة، وقولوا لهم إن الامتحانات هي مسألة بسيطة، وهي إن شاء الله تبارك وتعالى محطة من المحطات، اعتبرها محطة عادية تختبر فيها في بعض المعلومات التي أخذتها طوال العام. الثالثة بالنسبة للتلاميذ أقول إنكم إن شاء الله قمتم بمجهوداتكم طوال العام، المهم أن الإنسان إذا اجتهد طوال العام فقد أدى ما أمره الله، فهذا هو الذي كلفه بالإنسان قد أداه، أما النتيجة فهي إن شاء الله بيد الله، ونرجو ونتمنى ونسأل الله أن تكون خيرا. فإذا حصلتم على ما كنتم تريدون وترغبون فلله الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى لا قدر الله، فإن المسلم في الحياة يتعرض بإذن الله تبارك وتعالى إلى تعثر، ولكل جواد كبوة، وإن العثرة التي لا تكسر عظمي تزيد لقوة، ولتكن بإذن الله درسا تستفيد منه لكي تتجنب في المستقبل الأخطاء التي وقعت فيها في الماضي، إما لأنك لم تحضر جيدا، إما أنك إن شاء الله تبارك لم تتعامل مع الامتحان تعاملا عاديا، إما أنك تركت الآخرين يؤثرون عليك سلبا، إذن فعليك أن تتعلم. فإذا كانت المدرسة تعلمك الأفكار فإن الحياة الدنيا تعلمك إذا دروسا أخرى من دروس الصبر والترقب وحسن الظن بالله. ثالثا أقول بإذن الله بالنسبة للغش، إياكم والغش، إياكم والغش، إياكم والغش، فإن كنا تلاميذ مسلمين فلنسمع قول رسول الله من غش فليس منا، أي كأن النبي يتبرأ من كل من يغش، لأن الغش في التعليم هو آخر ما كان الإنسان يعتقده، لأن الغش في التعليم هو معناه تكوين أناس سيتحملون المسؤولية في المستقبل وقد تعلموا الغش، والغش هو أصل كل الداء. فإذا تخرج الطبيب الغاش والأستاذ الغاش والمهندس الغاش فعلى الدنيا العفاء، فعلى الدنيا العفاء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظنون أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كنت أقول لهم لو غش كل الناس ما جاز للطالب المسلم أن يغش. لا إله إلا الله. المسألة الرسالة الرابعة لرجال التربية وهؤلاء الأساتذة الذين يقومون على مراقبة التلاميذ، فليكونوا رحماء، ولكن عليهم بإذن الله ألا يسمحوا للغش أبدا، ياك.
وينبغي أن تكون القاعات كلها والمدينة كلها وفي المغرب كله أن يكون إن شاء الله هذا أصل ومبدأ لا يحيد عنه الأستاذ أبدا. قد يهدد من قبل بعض التلاميذ قد لكن ينبغي أن يرسخ هذا الأمر حتى لا نسمح لأخطر فساد يمكن أن ينخر مستقبل الأمة في المستقبل. إذن فهذه رجال الإدارة أيضا تحياتي بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم على إنجاح الامتحانات وأن تمر في ظروف إدارية طيبة بحيث تكون كل شيء في وقته. فأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير يا رب العالمين. أخيرا وليس آخرا، ندعو الله تعالى للوالدين والآباء أن يربط على قلوبهم، ونسأل الله لأبنائنا أن تكون الامتحانات بإذن الله بردا وسلاما عليهم، وأسأل الله أن يبعدهم عن الغش، وأسأل الله أن يحققوا النتائج المرجوة، وأسأل الله أن يحصلوا على المعدلات المرتفعة التي تمكنهم من دخول المعاهد الكبيرة المتقدمة، وأسأل الله للإداريين أن يوفقهم حتى يمرروا وتمر هذه الحدث التاريخي في كل عام عندنا في أجواء طيبة. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.